الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله: نقتلون مجلس، يعني صلوا المجلس الثالث سوستن يوم مجلس في حكم صيام رمضان. رمضان صوم حكم بتملكتنا. الحمد لله الذي لا مانع لما وهب. لا الله مسكنا يقبو لستوك الكيل اللو بلي الله كستة ما نم على البنجاتشا ما نم نم أدركهم الله يستهن نفاقي اللو ما نم يدتك هيسلم الله يستهن ماله ولا معطي لما سلب السوء لنفقو السوء دمو لنتقو سجي اللو እሱ አላህ ካልሰጠ ደግሞ ማንንም ተሰብስቦ ቢያጨበጭብ ከተማ አይመጣም ምንም አያዋጣም ወላ ጤንነት ወላ ዕውቀት ወላ ገንዘብ ይሁን ወላ ስልጣን ማለት طاعته للعاملين افضل مكتسب طاعته اللهم تعزز للعاملين لتجيوچ لسريوچ افضل مكتسب فكسبه لا تلقوا ثم متزز وتقواه للمتقين الله سبحانه وتعالى لم يفروا سوچ ثم مفرات اعلى نسب كذر كلات اللقزر الله النفر هيا قلوب اوليائه للايمان يسن وداجوچ لبونا لايمان ازغاجات وكتب لايمان امطافا وسهل لهم في جانب طاعته كل نصب لذيه لايمان سوت سهل لهم نسوا غرالاتشو في جانب طاعته السن بمتازز رجد كل نصب تعب يتبالن باتك علي ادكام يتبالن باتك علي اقرالات السنبة بتازز بكل ادكام ينسلم يتاجاتشو نقري اللم فلم يجدوا في سبيل خدمته السنة الله سبحانه وتعالى بمتازز من قد لي على قن يومكو ادنا تعب كنش النبالن بكام على قن يوم الله نبتازز بكل وقدر الشقاء على الأشقياء بأدلة بسوش لي أدلة بسنة الله والسنة باتشو حين زاغوا بتأمموا كذي فوقعوا في العطب فلاك لي أفاك لي ودقوا أعرضوا عنه كالله جربا ستو وكفروا به بسوكا دبت فأصلاهم نارا ذات لهب يمتن كالكال يهونتشن أسات ويمي لهب بالتبيت يهونتشن أسات أسقبت أحمده الله نعم صدقنا والله على ما منحنا من فضله ووهب سوء الله بسطا لي من فضله كسو شروطا ووهب بلقسا لي الله نعم صدقنا والله وأشهد أن لا إله إلا الله مسكرا لو كالله جبونك يميا ملكتي هنا أملاك لمنورون وحده لا شريك له سبتا أنه لسوء قاري اللوم له لسوء شريك اللوم حزم الأحزاب جماعة يتبالن باتك علي بتنا وغالب أشنفا هنا نقول يا الله سبحانه وتعالى أشنفا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مسكرا له محمد يا الله باري من هنا تكون ورسوله يا الله ملك تنيا من هنا تكون الذي اصطفاه الله وانتخب الله يمرط أتشو وانتخب ملو اصطفاه مالك يمرط أتشو صلى الله عليه وعلى صاحبه الله صلاة بس أتشو لي يورد فبال درباتشو أبي بكر الفائق في الفضائل والرتب بدرجة وشنا بفضائل درجة وشنا رتب من لو من دجه درجة مالك رتبة رتب جمعون بدرجة وش بلاتي هنا أبي بكر لي بال درباتشو لي الله صلاة برد وعلى عمر الذي فر الشيطان منه وهرب شيطان كسو يششا يفرطت كهنوك عمر لين من دزه يا الله صلاة يورد وعلى عثمان بعثمان لين دزه يورد ذي النورين يخلط فرحان بالتبيت بخنو لين نبينا عليه الصلاة والسلام فلن لجوش بمعقبات السبب ذي النورين تبلون بمبال كذبه تسالفا التقي الله نفري النقي الحسب زرى نسمه بخنو بعمر لين يا الله سبحانه بعثمان لي يا الله سبحانه وتعالى صلاة يورد وعلى علي
በዓሊ ላይ የአላህ ሶላት ይውረድ ሰህርህ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አማች የሆነው ላይ የፋጢማ ባለቤት በመሆኑ ወብኒ ዓሚ ያጎታቸውም ላይ የሆነው ላይ ሲነሰብ በዘርበት ያጎታቸው ልጅ በሆነው ላይ ወዓላ በቅየቲ አስሓቢህ በሰሓቦቻቸው በተቀሩትም ላይ እንደዚሁ የአላህ ሶላት ይውረድ الذين اكتسبوا في الدين اعلى فخر ومكتسب الذين اكتسبوا النزايا كسبوا يافروا يهونوا في الدين دين لي اعلى فخر تلك انزلنا ومكتسب تلك انكسب كسبوا يهونوا صحابه لي يا الله صلاه يبرد وعلى التابعين لهم باحسان النسم بملكام يتكتلوا تلي ما اشرق النجم وغرب ኮከብ ወጣና በጠለቀ ቁጥር ይሄ ማለት ለአኺር ዘመን የአላህ ሰላት ይውረድ እነሱን በተከተለ ላይ ወሰለመ ተስሊማ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በነብዩ በአቡ በከር በዑመር በዑስማን በዓሊ እነሱን የተከተሉ ሰሃቦች ላይ እነሱን የተከተሉ እነሱን በደጋግ በሆኑ መልካም ባህሪያትና ስራዎች የተከተሉ ላይ ሁላ የአላህ ሰላትና ሰላም የውረድ ነው መጨረሻ እንግዲህ እንግዲህ ተወሰነ የቁርአን ያው ብቻ ከመይታን ጋር እንደተለው اخواني ወንድሞቼ ሆይ ለም ان صيام رمضان رمضان المصوم احد اركان الاسلام فاسلمنا مع زنات عنده يهونم وبماليه العظام ስላልክ ከሚባሉ እስልምና መገንቢያዎች ውስጥም አንዱ ይሄ رمضان መጾም የሚባለው الله تعالى الله سبحانه وتعالى بلوال يا ايها الذين امنوا ان انت يمناچو سوچ ہوئی كتب عليكم الصيام ثم ان انت لا يقدتا تدرغوال كما كتب على الذين من قبلكم ان انت بفي تدرغوا لي قدتا اندتدرجو كله لعلكم تتقون يا الله ان فراچا تاغنيو زند ايام معدودات يمتصوموت عمت ملو አመት ግማሽ አመት ሩብ ሳይሆን አያመ ማዕዱዳት ውስን የሆኑ ቀናቶችን ነው 29 ወይም 30 ቀናቶች ወን ካነ منكم مريض فنانته ጾምን ከልካይ የሆነ ህመም ላይ ያለ አው على سفر ወይም ጾምን ከልካይ በሆነ ጉዞ ላይ ያለ ሰው እንደሆነ فعدته من ايام اخر በሌላ ቀን ቆጥሮ ከረመዳን ያጠፋቸውን ቀናት የመክፈል ግዴታ ይኖርበታል وعلى الذين يطيقونه ومن لم يشرو ثلاي ولا تفسير له هي وعلى الذين يطيقونه لهلتم يذذر فسرا نايوال وعلى الذين يطيقونه ومن لم يشرو ثلاي فديكم طعام مسكين فديا ما درج يربطتوال مسكين ما بلاتن الله ይሄ እንግዲህ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጀመሪያ ጾም በሚደነግግባቸው ጊዜ በምርጫ ነው የተደነግገው የፈለገ ሰው ለአፈጠረው ቀን ፊዳያ ሰጥቶ አለመጾም ይችል ነበር ማለት ነው وعلى الذين يطيقونه بمثلت لي فدية طعام مسكين مسكين የማብላት ፊዳያ ይኖራል ከፈለጉ ሳይጾሙ ቀርተው ፊዳያ ያበሉ ማለፍ ይችላሉ ይላል ምስኪንን በማብላት فمن تطوع خيرا ነገር ግን ሁለቱንም በመተግበር አላህን የታዘዘ ሰደቃውንም ያደረገ ጾሙንም የጾመ ሰው فهو خير له ይሻለው ይሄ ነው وان تصوموا خير لكم عندهم من كلاچو بتصوموا ይሻላል ፊዳውን ከምትሰጡ ان كنتم تعلمون እንታቁ እንደሆነ የታችሁ አላህ በዚህ አይነት ያሳውቃችኋልና ምትማሩ አይነት ሆናችሁ ያው አላህ በዚህነት ያሳወቃችሁ ነው ይላል شهر رمضان الذي انزل فيه القران يا رمضان ور نصوموا يتبالاتكم እንግዲህ ጾሙ شهر رمضان وين دمو كذبه فيت انما امرتم ان تصوموا لتصوموا يتبالاتكم شهر رمضان الناس ايالنا الذي انزل فيه القران قران يتوردد بج يوحنا هدى للناس اي هادي للناس يسورجوچن يمرا زند مري هون زند لمراتكم زند ودقناو مندير يملاكتاكم زند
يتورده القرآن السو يتورد بك يهونا يا رمضان ورنو أمم ملاك إلى الله وبينات وآيات بينات إيه القرآن آيات بينات يهونا من الهدى فأنا من جد والفرقان حكنا باطل جلال قلنا أصيتوك بهدم يهونا القرآن يتورد بك يهونا ورنو أمم ملاك إلى ومن شهد منكم الشهرة فننتوز ورنيا جنوسو فليصمه يصمو ايه اللي فمن شهد منكم الشهر فليصمه يملو مجمّر ينبّر انتقير نصفال للعلم مجمّر ينقلي قدما بي ينبّر مجمّر رمضان سيدنقق صحابو التلي يتدنقق وبمرتان يفلقسو يصوم عليك يفلقسو دمو في دعاية السطال مالك عند مسكين إياب الله ما سوي سلال على من صوم يسلال مالك بيشلم باشل صلاة دكما وصلاة دكما وعيرنا المطابتان بهولتان يو تفسير إهن نسكن منصات يالفلق وعلماء من بلو فسروال وعلى الذين يطيقونه عبد الله بن عباس عند فسرد وعلى الذين يطيقونه رمضان مطعم يشلال نقرق يطيقونه يتجشمونه بما لفسروال يتجشمونه مالت بطعام يتبداتو يمنصوم يشلو تال نقرقن فهمم قابة طعام يتبداتو يمنصوم يكرباتو النافي دية طعام مسكين في دية يسطو مسكين ما بلاتن فمن تطوع خيرا فهو خير الله عند مسكين تطوع يتطوع عملون النصوهن بمن يفسر اللو مالتنا عند مسكين مبلون فلات مسكين سوس مسكين يابلا تزو يهونا مسكين وچن بما مكب بزي هين السير سراون بيا بقى فهو خير الله يتشال انه نغير جن اني قديت ما رغبت عند مسكين نو يالنا والله كذا قتلوا وان تصوموا خير لكم بتنشوا بتلقوا عممني يالاتو جن اند سبب اند تهدوا وان تصوموا خير لكم بتصوموا لنا انت يشالاتو ان كنتم تعلمون ام تاقوا اندهون ايه انغدي بهولتنياو تفسير بزي هين يتفسر عليه نيو مال ومن كان مريضا ومن نيوم تكتل تبارك وتعالى عنده لك ومن كان مريضا كما أنت وسط أمامي يوهنسو أو على سفر وإن بقزو ليالة قد كان يقزو هنو يصوم ما يشلبت فعدة أطرع يصوم من أيام أخرى تلي لك أنا فتش يزيه يبلون يكوى طلال سنتك أني أفتركوت سنتك أني أتفتركوت أصرك النوي أمسك النوي يأذونا بل يلقزيك يصوم المال يريد الله بكم اليسر الله بنقر سراو كلا بنانت يسر قرن ومشاو ولا يريد بكم العسر عندم كذي الله عسر وإما ميش أنسان ميكبد بنانت لي عيشا شرع وقرن قل رأيو لي الشيطان إنجاز الله الشيطان دلدي بلايو لي يتنطف بسو اللي تدربون ميسبو شرع በጣም ይከብድ ነው ሸርዑ ሸሪዓ እንደሚከብድ ይከብድ ነገር አለ ያው ሸይጣን ቤቱን ሰርቶበት ማለት ነው ወላ ይሪዱ ቢኩም العسر الله ጭንቅል ወይም የሚከብደን በእናንተ ላይ አይሻ ወይትክሚሉ العده الله ሚሻ ወጣሬታን የዚህችን የአንድ ወር ወጣሬታን እንድትሞሉ 29 ቀን ወይ 30 ቀን ነው ይሄን እንድትሞሉ ولتكبروا الله على ما هداكم فزام جيتاتشوه الله يهنن يمسل رمضان صوم سلو وفقاتشوه جيتاتشوهن الله الله أكبر يالاتشوه الله هتلقوا زبنج ولعلكم تشكرون الله سبحانه وتعالى تعمل الدن زبنج يهنن نوبلنا انتم مشاويلا انقدي يا رمضان مدن قيابة ملكته يهنن مالي رمضان نبي صلى الله عليه وسلم يتدن بيقباتشوه كهجرة بخلت النعامة النبي صلى الله عليه وسلم زتين رمضان وكم وموال الله يتقبل الشيخون زتين رمضان وكم بلنا رمضان يميلو السجامي يمتو رمض يميلو كال رمض مالت لكن ده رمض ويم مياكاتل مالت مياكاتل يتبع لبتت المثنيات لأنه يحرق الذنوب
ወንጀሎችን በአጠቃላይ ያቃጥላልና በዚህ የተነሳ ነው ረመዳን የተባለው። ይሄ የከፊል ዑለማዎች ሐሳብ። ሌሎቹ ደግሞ ረመዳን የተባለው ራሱ ረመዳን የሚባለው ወር ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሳይላኩ በፊት በአረቦቹ የወጣ ስያሜ እንደመሆኑ ከዚህኛው ጋር ሳይሆን ትስስሩ ሌላ ትስስር ነው ያለው ይላል። ምንድን ነው ተብሎ ሲባል በጊዜው ረመዳን ብለው ለወሩ ስያሜ ሲያወጡ አቃጣይ ጊዜ ላይ ስለነበሩ ከዛ በተነሳ መልክ ነው ረመዳን የተባለው። ዞሮ ዞሮ ረመዳን ረምዘ ከሚባለው ነው የተያዘው፣ ማቃጠል ከሚለው ነው የተያዘው ማለት ነው። አልሙሂም ማቃጠል የሚለው ትርጉም ሰጠ አልሰጠ ምንም ለኛ አሁን ምንም ብዙ የሚያሳስበን ነገር የለም። ረመዳን ማለት ከሂጅራ ወራት ውስጥ ወይም ከእስልምና ወራት ውስጥ እንደኛ አቆጣጠር ዘጠነኛው ወር ነው። ዘጠነኛው ወር ረመዳን የሚባለው ከገባበት መግባቱ ከታወቀበት ሌሊት ጀምሮ መውጣቱ እስከሚታወቅበት ሌሊት ድረስ ይጾማል ማለት ነው። እነዚህ ቀናቶች ምናልባትም 29 ቀናቶች ወይ ደግሞ 30 ቀናቶች ሊሆኑ ይችላሉ። አያምና ጉዳት ብሎ ቁርአን ላይ ያስቀምጣቸው እሱን ነው። እንግዲህ በሸርዕ በኩል ግዴታ የሚሆኑ ጾሞች ረመዳን ሁሉም ላይ ግዴታ የሚሆን ጾም እሱ ነው። ሲቀጥል በነዝር መልኩ በስለት መልኩ አንድ ሰው የገባበት ሲሆን ወይም ከዚህ በመቀጠል በከፋራ መልክ አንድ ሰው ላይ የወጀበ የጾም አይነት ሲኖር በዚህ አይነት ነው። እንግዲህ ዋጅብ ጾሞች ሌሎቹ ወይ በከፋራ ወይ በነዝር የሚመጡ ናቸው። እንደ ረመዳን ወጥ ሆኖ ዋጅብ የሆነ ሌላ ጾም የለም። አንድ ጾም ረመዳን ነው። በሁሉም ላይ በግዴታነት አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የደነገገው የጾም አይነት ማለት ነው። ጾም ሲባል ዋጅቡንም ሱናውንም ያሳተፋል። ትልቁ ጾም ግን የረመዳን ጾም ነው። ተደጋግሞ እንደ እየተነገረ እንዳለው ማለት ረመዳን እንደ ቀላል አንድ ሰው አፍጥሮ መገኘት በረመዳን ከባድ ወንጀል ነው። እንከባይሪ ዱኑብ ነው። ይከፍራል ያሉ ዑለሞች አሉ። ላ አይከፍርም። ነገር ግን ትላልቅ ከሚባሉ ወንጀሎች ነው የሚለው የተሻለ አቋም ትክክለኛው እሱ ትላልቅ ከሚባሉ ወንጀሎች ነው። በተውባ እንጂ ከአላህ ዘንድ ሊሰረዝ ከማይቻል ወንጀል ውስጥ ነው የሚሆነው። ሰውየውን የሚያስቀጣ ነው የሚሆነው። ስለዚህም ረመዳን ላይ ሳይጾሙ የምናገኛቸው አካላትን በጣም አድርጎ መኮነን ማስተማር ግዴታ ይሆናል። وقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ብለዋል። بني الاسلام على 50 እስልምና በአምስት ላይ ተገንብቷል። ሸሃደቱ ያላ ኢላህ ኢላላህ ወአነ መሐመደ ረሱልላህ ወኢቃም الصلاه وايتاء الزكاه وحج البيت وصوم رمضان ይሄ ነው እምሱ ነገር። ተደጋጋሚ እንዳየነው ሸሃዳ ሰላት ማቋቋም፣ ዘካ መስጠት፣ የአላህን ቤት ሐጅ ማድረግ ረመዳን ነው። ولمسلم وصوم رمضان وحج البيت فحج قدم ما درجه رمضان ما استوال وصوم رمضان رمضان مصوم له. واجمع المسلمون على فرضيه صوم رمضان رمضان ورمضان قديتا ما هون لي علماء بعدك علي مسلمون يتسمون بس نطب نو اجماعا قطعيا ما نم مخالف ما يتشال بهون ملك قرط يتدرجلت اجماعا معلوما بالضروره من دين الاسلام فدين الاسلام بتام عند صحاي يمتوقع يا رمضان ور قديت انك ما نصوم فمن انكر وجوبه واجب ايدلم نصومه شجر يلو لكن واجب ايدلم ميل استصاصب يالو سو قال فقد كفر بشرع وكل كفر عليه بيصوم كافر لمن لمن كتب عليه يا الله الحكم قيروا الله سبحانه وتعالى واجبنا እያለ ነው። እሱ ደግሞ ምን እያለ ነው? አይ ወጅብ እንኳ አይደለም እያለ። ስለዚህ ይሄ ሰው ቢጾም እንኳ ካፊር ነው ማለት ፈዩስ ተታቡ። እንግዲህ በሙስሊም ሀገር ካለ ፈዩስ ተታቡ ተውባ አድርግ ይባላል። ከኢንታባ ከተመለሰ ተመለሰ ነው። ወአቀረ ቢውጁብه በዋጅብነቱ ካረጋገጠ ወኢላ ካልሆነ ቁቲለ ካፊራን ሙርተደን አን الاسلام ተስምና ሙርተድ የሆነ ተደርጎ እየታሰበ ካፊር ነው ተብሎ ይገደላል። ላይወሰል ስለዚህም አይከፈን ማነው አይታጠብም ولا يكفن አይከፈንም ولا يصلى عليه አይሰገድበትም ولا يدعى له بالرحمه الله يذنلت አይባልም ولا يدفن في مقابر المسلمين ومسلموች መቃብር አይቀበርም وانما يحفر له بعيدا في مكان راق على بوታ ላይ
لراسه تقفر لت لبتشم ويدفن يكبر لئلا يؤذي الناس برائحته وشتو صون داي ربش ويتأذى أهله بمشاهدته السنم بمايت يصبي السبوت ان داي بتبطو رك يعلبو تالي فلق لكما بزيهنا يقلق قلو تالنم فرض صيام رمضان يا رمضان قديت النت تدقق في السنة الثانية من الهجرة فهجرة بغلة وآمد فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين نبي صلى الله عليه وسلم ذات أن يعمل 9 سنوات وكان فرض الصيام على مرحلتين يصوم قديتا بغلت مرحلة وين غلت إركن لينو يألفون المرحلة الأولى يمجمّر يو إركن التخيير بين الصيام والإطعام مع تفضيل الصيام عليه مرتان السفر صوم دي صومنا وين دي مكب صومن كما صبلت قام صوم إن شاء الله نقرقن إطعام تجل الله تقولوا على البتن المرحلة الثانية ولسن يو إركن دمو تعيين الصيام بدون تخيير يعني من المرتع مطعمني على البتوك هم بها لأدعام يبال لقر زقيت شاء الله يقولوا الله على البتن ففي الصحيحين وبخارجنا مسلم عن سلمة بن الأكوع كابن الأكوع رواية سلمة قال أله لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون إيه سورد على صحابي كان من أراد أن يفطر ويفتري أفطروا في دام استكف اللقسو يعني ما لازم فعل يعني رجع ولا حتى نزلت الآية التي بعدها فقال يمت أو يقرآن أنقص اسكور الرس فنسختها نسخ ولا نسخ ما لازم حكم شارع وجمر يوم الدين الدرون فرد شارع فنسختها يعني بها قوله تعالى تنسخ يأصفي فلقوا من الملون يا الله قالوا يعني بها قوله تعالى يا الله ما لتفلقوا بدنا فمن شهد منكم الشهر فليصم فإن توصور يتجني سو قال يمسون قد يدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير صحيح حائض فاستفون من صلى الله عليه وسلم زالي يالو موانع سينورو انهم دم مقتضى الصيام يالو بس يهونو ورو يغنيو سو فليصمه يصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر بلو الله فاوجب الله الصيام عينا بدون تخيير يعني من المتع الله سبحانه وتعالى راس ومن بچا دنقجين الذي رمضان ور بذي هينت بخلت مرحلان يعلفوا مال بخلت مرحلة نو يعلفوا مجمرة تخيير نبر بين الإطعام والصيام ممكبنا نصوم الليل صيام كما سبلت كان أن تصوموا خير لكم بلوال لنا ولتنيا وليدما من ما ينسكهم بهلا إطعام مبال اللم إطعام لما نكرر ما لترى لا الشالو كرر مجمرة عند مرتاح لنا برا يا الشالو سو أهم من الرجال مالنا يعني يجرون يسرى لسهم إطعام يسرى المالتنا إطعام سنتنا ورفيت يمتال إن شاء الله سنت يأكلون مستطوا أكن يلل الله سيدنا مصوم ما يشيل سوقه بشتان يهون سوقه إطعام يارج سوقه النبي مصوم ما يشيل سوقه من يأكل ستونه ميمقبوت ميلون إن شاء الله وصفي برارة هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا يجب الصوم حتى يثبت دخول الشهر يورو مقبات اسكال أنا درس وعيب اسكال تدك درس صوم واجب أيضا يا رمضان ور يا رمضان ور مقباته اسكال ترك قد درس يا رمضان صوم قديت أيضا فلا يصوم قبل دخول الشهر كرمضان كورو مقبات بفيت عيد صوم مصوم يلبت فلا يصوم مصوم يلبت لقول النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بلوال لنا لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين رمضان بأندكا وإن بهلتكا صوم كذنب لا تشوف أتجمع إلا أن يكون رجل ك
كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم كذا بفيت سيصوم ينبر الصوم يقدم بثو سكر عنده يقدم الثو عنده يقدم بثو فليصم ذلك اليوم يعني كان يصومه إيه مالت سنيونا حموس أزوثرو يميصوم ينبر الثو رمضان نقلو يتبعلم قلبت قديلي እንደ ዛሬ መጾም ይችላል ወይ ከተባለ አዎ የዘይነ ሰው ከሆነ መጾም ይችላል ነገር ግን እንዲህ እንዳጋጣሚ የመጣበት ሰው ሲቀር ረመዳን ነገ ስለሆነ ምናልባት ከዛሬ ወንጀመረው በሚል በዚህ አይነት ወይም ደግሞ ለልምምድ በሚል ልክ አንድና ሁለት ቀን ሲቀራው መጀመር ይሄ የተከለከለ ነው አይቻልም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም رمضان باند كان صوم وين بهلت كان صوم قدم بلاچو حت جمرو الا ان يكون رجل كان يصوم صومه يراسون صوم سيصوم ينبره تلمدو يصوم ينبره كجي بفيت ملي شرعو يصدقو اسو لماد ادغو يتكبره يالو سنة صوم مالو يزي هنس يصوم ينبره صوم فليصوم ذلك اليوم يعني اللي ما دون يسلمدو كان يصوم انجي رمضان በተመለከተ አንድ ሁለትና አንድ ሁለት ቀን ሲቀራው በዚህ ቀን ጾም መጾም አይቻልም ነው ወይህከሙ ይፈረዳል بدخول شهر رمضان يا رمضان ወር ገብቷል ተብሎ ይፈረዳል بواحد من امرين ከሁለት ጉዳይ በአንድ ይፈረዳል رمضان ወሩ መግባቱ የሚጸድቀው ከሁለት ነገር በአንድ ነው الاول የመጀመሪያው رؤيته هلالي يا رمضان شرقا متايت دي እንደምናቀው شرقا يولد ከዛ በኋላ ያደገ እስከ 15ኛው ቀን በአረብኛ ቁጣጥር ወይ በእስልምና ቁጣጥር እስከ ወር ተገባ ከአንድ ጀምሮ እስከ 15 ባለው ያደገ ይሄድና ከዛ እየተደመሰ እያነሰ ይሄድና ከዛ ይሞታል ማለት በዚህ አይነት ወሩ ሲያልቅ ጨረቃው ያልቃል አዲስ ጨረቃ ከእንደገና ሲወጣ እና ያለ ከእንደገና ታዲያ ትንሽ የጨረቃ ስናገኝ ይላል ስናገኝ ጨቅላ ጨረቃ ማለት ይሄንን በመናይ ጊዜ በሚታይ ጊዜ ረመዳን ወር መግባቱን ምልክት ነው ረመዳን ወር መግባቱን ምልክት ይሆናል ልክ ምን ምልክት እንደሚሆነው አሃይ ከአናት ዘንበል ስትል ظهر مدباسو ملكة الدمهان كذي وجي كذي هينت يساعت مدرس ملكة وجي كتراك عقابنا من أجيز قده اللهم هين نقري وي بس نسرعاتو يالقباتشو وي مديقباتشو يالفلو وي دمو قبتواتشو يوضعاتشو يزي هينت سووج لزي هينتو شريعوي عملكاتتنا استمرو እና አመለካከት ስለሌላቸው ምን ያደርጋሉ ሙስሊሞችን ከጨረቃ ጋብረው ይለጥፋቸዋል ማለት ነው እነሱ ከድንጋይና ከብረት ወይም ደግሞ ከእንጨት ጋር ስለተያያዙ ከቁስ ወይም ከፍጡር ጋር ሙስሊሞች ተያያዙ ይመስላቸዋል ይሄ እንግዲህ ትልቅ ስህተት ነው አልሙሂም የረመዳኑ ጨረቃ ከምንጋይ ተያያዘ ነው ብለናል አዲስ ጨረቃ ለመሆኑ ምልክት ነው ማለት ነው ሲያረጅና ሲሞት ደግሞ ረመዳን አለቀ ማለት ነው አዲስ ጨረቃ ሲሆን አዲስ ወር ገባ ማለት ነው እንጂ ሌላ ነገር የለም የቀውሊሂ ተዓላ አላህ ስላለ አላህ ስላለ ምን ስላለ ፈመን ሸሂደ ሚንኩም ሸህራ ከእናንተ ውስጥ ወሩን የተመለከተ ሰው ይላል እንግዲህ ሸህሩን የሚመለከቱት ሁሉም ገጠርም ያለው ባላገር የሆነው ከተሜውም እንደዚሁ ከተማ ሆኖ ሁሉም ሊመለከት የሚችለው ጨረቃ ነው ዓለም ሊጠቀልል የሚችል በረከት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የረመዳንን ወር መግባቱን በጨረቃ ማድረጉ ትልቅ ህክማ አለ ትልቅ ህክማ አለ የባይሆን ኖሮ እንደው በመሳሪያ የታወቀ ቢባል ኖሮ ገጠር ላይ ያለ ሰው እንዴት ይሆን ነበር ወይም ደግሞ በሂሳብ የታወቀ ቢባል ኖሮ እንዴት ይሆን ነበር ነገር ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሂሳብ በመናምን እንደዚህ ወር መግባቱን በሂሳብ ስለይ መናምን ማምጣት ይቻላል ነገር ግን ሸርዑ እዛ ላይ አልተደገፈ እንደውም በሂሳብ መጾም
ጨረቃው ባልታየበት ሁኔታ በሂሳቡ ደርሷልና ተብሎ አይጾም። ለምን ሸረራ ያስቀመጠው በምኑ ነው? ምልክት ያደረገው ሁሉም ሊጾምበት በሚችል ቋሚ ጉዳይ ላይ ነው፣ በጨረቃው ላይ እና ምልክት ነው ማለት ነው። وقول النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم سلالوا اذا رايتم الهلال اقلا جرقا باجياچو گزي رمضانن مغباس مياسادق يهونون فصوموا صوموا بلوال متفقون عليه البخاري ومسلم ذغبوتا ولا يشترط مسرت ايدرغم يراه كل واحد من نفسه ياندندو سو راسو يملكتو تبلو ايبالن بل يلقرو اذا راه من يثبت بشهادته دخول الشهر اسو مسكرو የወር መግባት ሊጸድቅ የሚችልበት አይነት ሰው ከተመለከተው እሱ መስክሮ ወር ገብቷል ብለን የሱን ምስክርነት የምንቀበለው አይነት ትክክለኛ ሰው ማለት ነው። ይሄንን የረመዳን ወር መግባት ከመተከረ وجب الصوم على الجميع በሁሉም ላይ መጾም ግዴታ ይሆናል። እያንዳንዱ ሰው ጨረቃውን ይመልከተው ይባላል። ጨረቃውን ያየ ሰው አዲስ ጨረቃ ይቻለው ይሄ ነገር አዲስ ወር መጥቷል ይሄ ረመዳን ገብቷል የሚል አንድ ሰው ካስተላለፈ ይሄ በየሚዲያው ተሰራይቶ መመደረጋለበት ማለት ነው። ሁሉም ይጾም ይገባል። እኔ እስከማላየው ድረስ አይባልም ማለት ነው። ይሄ ነው መታከታየ ይጾም ይኖርበታል። ويشترط مسفرت نو لقبولي لقبول شهادتي لقبول شهادتي شهاداون عند نتقبلوا برؤيتي ايتالله بيلو بلو سين عند سو ونس نو ايتحال بلن يسن مسكرنت عند نتقبلوا ايفون الشاهد مسكاريو ليون يكبال بالغا يدرس ليون يكبال معناتن حصان كهنا يالايون تمتاتوبت ليون يشلال فلذي يدرس مهون عندت عاقلا አቅሉ ጤነኛ መሆን አለበት እንጂ ወሰድ የሚያረጋው ሰው ከሆነ ወይ መጅኑ እብድ ከሆነ አይቻለው ብሎ ተናገረ እሱ እንግዲህ ያላየውንም አይቻለው ሊል ይችላል ወይም ደግሞ የሆነ ነገር ሸይጣን አሳይቶት ይሄ እንግዲህ አይታመንም። ሙስሊማን ሙስሊም መሆን አለበት። ካፊር ከሆነ አይቻለው እናንተ ጾሙ ነው አይቻላችኋለሁ ቢል ካፊር የሆነ ሰው አይሆንም። ለምን አይታመኑምና በዒባዳዊ ጉዳይ ላይ ስለሆነ موثوقا የሚታመን መሆን አለበት። بخبره በወሬው ላይ ውሸተኛ ከዚህ በፊት በውሸት የተገኘበት ሰው ከሆነ ተቀባይነት የለውም። ለምን እሱ ውሸተኛ ነው እንጂ ኩፋሰቁ ቢነበይ ፈተበኛ ስለዚህ ሌላ ሰው ያጣራ ይገባል ማለት ነው። የሱድ ቅድም ና موثوقا بخبره لامانته በሱ በወሬው የሚተማመኑበት አይነት ሰው መሆን አለበት። لامانته و بصره لامانته لا امانه ሁለተኛ ደግሞ وبصره بعينه من ذهو يميتامن መሆን አለበት። بعينه يميتامن ማለት የሚያይ ሰው መሆን አለበት እንጂ እውር የሆነ ሰው ነው መጣና ምን አለ የረመዳን ይደረካ ይቻላል እንዴት ነው ነው ዘመናም ነው በመናም ነው እንጂ ላይ የሚችለው አንድ እውር የሆነ ሰው መቼም እንደዚህ ظاهر አያይ። ስለዚህ ይሄ ውድቅ ነው የሚደረገው ማለት ነው። ጤንነትም አይኖረው ወይ ውሸተኛ ነው የሚሆነው ወይ ደግሞ እንዲህ ስለሚሆን አይቻልም ማለት ነው። ስለዚህ መስካሪው ባለቅ መሆን አለበት፣ አቅል መሆን አለበት፣ ሙስሊም መሆን አለበት። በወሬው ላይ ለአማናው ሲባል ወይም ደግሞ ለታማኝነቱ ሲባል የታመነ መሆን አለበት። እንዲሁም በአይኑ የሚያይ በመሆኑ የሚታመን ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች መኖር አለባቸው። ታማ ሰግይሩ ህፃን የሆነ እንደሆን ፈላየልሁ ሸህሩ ቢሸሃደቲሂ صغير من لو طوت ميقبا ማለት አይደለም صغير ማለት ያልደረሰ ለአቅመ አዳም ያልደረሰ በአጠቃላይ صغير እንላለን። ለአቅመ አዳም ያልደረሰ በአጠቃላይ እንዴት ነው ለአቅመ አዳም መድረሱ መናቀው 15 አመት ነው ወምላቱ ወይ ደግሞ ከዛ ቀደም መናቀባቸው ምልክቶች ይኖራሉ ሁለት አሉ ከዚህ ውጪ መንጅ ማፍሰሱ በተኛበትም ይሁን ሳይተኛ በቁሙ መንጅ ተወጣው
እንደደረሰ ማስረጃ ነው ወይ ደግሞ በብልት አከባቢ ጸጉር እንግዲህ ከታየበት በዚህ አይነት እንግዲህ ህፃነት እንደለቀቀውና ባለረ እንደሆነ ማረጋገጥ ይችላል ከዚህ የዕድሜ ደረጃ ላይ ሳይደርስ ግን የረመዳን እንጨረቃ ይቻለሁ ብሎ ካለ ፈላይ ተሽሩ በሸሃደት እሱ መሰከረ ተብሎ ወር ተቀይሯል በቃ ረመዳን ገብቷል ተብሎ አይታመንም لانه لا يثق به بس امنت مطال አይቻለም እና ጻነስ ስለላለበት ነው واولى منه المجنون كسمي بسو ደሞ እንደታ እብድ ነው እብድ ደሞ ጭራሽ ላንቀበለው ይበለጠ የሚል ነው ይሄ ግልጽ ነው والكافر كافر የሆነ ሰው لا يثبت الشهر بشهادته እሱ መሰከረ ተብሎ ወር እሱ በመመስከሩ አይጸናም አይضاء በድጋሚ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول له يا عبد الله بن عباس حديث الله قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديث لي عبد الله بن عباس من إلاله عند أعرابي أعرابي ما له زلاني هنا قدر سمعني ما تعود النبي صلى الله عليه وسلم فقال تزمن على السلام إني رأيت الهلال أن يقول لقوني لك أحمد على السلام يعني رمضان هل لقوا يا رمضان لقد قال كان كبير رمضان شوال كلهم اصروا لكم مرج الله لنا يا رمضان يا رمضان لقد قال كان تملك الله فقال اني رايت الهلال يعني رمضان فقال اتشهد ان لا اله الا الله لا اله الا الله تمسكر الله هارون مالك مسلمنا لا اله الا الله مثل فونا هارون قال نعم اوله قال اتشهد ان محمد رسول الله محمد يا الله ملكنا ما هناتهم تمسكر الله قال نعم او مسكر الله مسلمين قال النبي صلى الله عليه وسلم يزيد يا بلال اذن في الناس فليصوموا غدا انت بلال وي لسوتش اصوقاتهم نجه يصوموا بلال زي كده انجدي بلال تنصوم بسوتش معاكل طري استلالفوال معناه نجن اندي صوم اخرجه السبعه الا احمد سبعه طور توتال احمد سيكر كتب الستة مالكنا سبات وابر توتال أحمد سيكر كتب على بخاري مسلم أبو داود نسائي ترمزي بن ماجه مالكنا ومن لا يوثق بخبره بكونه معروفا بالكذب ومن لا يوثق بخبره بوريو أما يتحمن كوانا بكونه معروفا بالكذب بوشة متوق بمهم إيه مسلمنا ونقرقن وشة تنيان يا مسلم صفتي اللهم مالكنا يا منافق صفتنا يا زم معشة يا منافق صفتنا او بالتسرع وين بوشتن بايفون بتكول عم يتوقع بتكول ينكجكجال من دوم عليه يلا يجونهم بقى ايشالهم بمنكجكال بصره عندي هله بزيه يتوقع هنا او كان ضعيف البصر وين يا عين يتاو لي دكاما يكون سو هنا بحيث لا يمكن ان يرى السوء عيون عينه دكاما تبلو يميبال بالدرجه لي يالله سو هنا فلا يثبت الشهر بشهادته السوء لما سكر ور ጸረቃው ታይቷልና ገብቷል ተብሎ አይባል እሱ ላይ መተማመን አይቻል ለምን ችግሮች ይላሉ ማለት ነው እንዳንቀበል የሚያደርጉ ነገሮች አሉ ሊሸክ في صدقه በእውነተኝነቱ ላይ ጥርጣሬ አለና ለዛ ነው ከአንዳንድ ሰለፎች ምን ተገይ ተሸመገሉ በኋላ ጸረቃ ሲፈልግ አይቻለሁ ብለዋል እዛ መጣና ቃዲው ጎበዝ ነው በጊዜ የነበረው ሰራጅ መጣና ትልቅ እንደብ እንደዚህ እንትን ያለበትን ወደሱ ወደ አይኑ እንዴ የመጣቸውን ንቀላ አሁን እስቲታያል የት ገባቻለ ይሄለም እሱ እንግዲህ ቀንደሙ እንደዚህ ስለወረደ ጨረቃ መስለዋል እንዴ ጨረቃ እንደው ከሩ ቀየታችሁ እሱ المهم ضعيف البصر كهنا عينه دكما كهنا እሱ የታየው እየመሰለው እነተኛ ነው ታይቶታል ነገር ግን የታየው ቀንደቡ ነው እንጂ ጫካ አይደለም ስለዚህ ይሄ ሊመጣ ስለሚችል የግድ በደንብ የሚያይ መሆን አለበት ነው አውሩ ጀሃኒ ከዲብሂ ወይም ደግሞ ውሸተኝነቱ ያመዘነ ሰው ሊሆን ስለሚችል በዚህ የተነሳ ነው የሚመለሰው ማለት ነው እዚህ አይነት ሰዎች ምስክርነት ወይስቡቱ ይጸናል دخول شهر رمضان يا رمضان ور مقباته خاصه
بتلية بشهادة رجل واحد بخاصة يا لو يدلوش وراث شركاء اتشالله بلو بمتع فلست سونجي بأند سو ايتنا يلي لا وراث هنا رمضان جنب طعم عن جرقات بمون يا أند وانج نسكر النت بتشا يبقى المالتنا أند وانج بتشا ممكن الطاق نسكره رمضان مقبات مع الرقاقة انشلال السو بتشا بمعيد لقول ابن عمر عبد الله بن عمر بمالتاتش ترى الناس الهلال سوج لقوا انشارك أفل لقوا إلال برسول صلى الله عليه وسلم زمن لقى رمضان نوى سيد الله ببال بساعة مالتنا كل شيء من ذلك واتو شرك عليه ما قاد أتجمعه فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته أني شرك وان لا يهن إلى نبي سنقراته فصام وأمر الناس بصيامه بني منقر ساتشو صومو سوتشنم صومو بلو عززوا أبو جويلة رواه أبو داود والحاكم أبو داود النا حاكم أورد وطال وقال على شرطي مسلم حديثه بقى مسلم شرط لين يلو صحيح ومن رآه متيقنا رؤيته ما يسن ارقطا يهنو يأيسو وجب عليه إخبار ولاة الأمور بذلك بأكبا بيالو بالسلطانات من قر قد لو ارقطا يهنو ما يسن كارقا قطا مسلم يهنو بالسلطانات بأكبا بيالو من قر قد لو اندن يأكبر تروحنا انقدي كم يو يعني يوكل على ثمره ميتة سلسل إمامه مسح سلسل بأكبا بيالو تروس أبوز من غير قديسا وكذلك لكن نزيه بني عقرقم بزوجي زي جاركا لما يتصصو انت وري لما اسمع مالت يأي يسو لما اسمع انت بزوجي زي راسو لما يتنى لما يت رفع الدرجة وكذلك إلا عندو قطر أكبر بلا يسوي الشكار وما لكم النسوق وزوجي نحجم وكذلك من رأى هلال شوال يا شوال نم لقى جاركا نزيه يا تملكتا وذي الحجة ليلة الحجانم لقى جركة يتملكتها عند زهو مما رجع لبت لولاة الأمور من قرأ لبت لأنه يترتب على ذلك واجب الصوم والفطر والحج لمن ذي الحجة علي حج الله يشوال جركة علي لما رمضان صوم شوال جركة علي مالك رمضان علك مالك مفتر قدنا مفتر على لبنا فلذي النزي والصن يهونون قروتش اللبات فلذي النزي سوست وراث مثماله فرمضان ور يشوال ور يزل حجة ور النزيهن وراث بتملكته يأيي صوت عرقات شون لولاة الأمور ويم لبالي سنطانات ما درس مش على اللبات وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب واجب بس سنجي يما يساكب بس نكر واجبنا يهي نقر مطبق اللبت واجبون مطبق اللبت مالبون حج بس نسرعات بس أعطونه مكناوني اللبت سويت ما أفتر يا اللبت شو بذلك لن يساعتنه سلزي إهي كتبال دمو إهي كتبال دمو واجب بس نجي يمين موالات بتنقر واجب سلهونا بتككل جاركاون مكتات القديلال يتعمل كتب سو دمو ما سمات قديلال مالتنا ببال سلمان وإن رآه وحده في مكان بعيد روك بطاليك ونو سو جيتي جي قطر ليه لهم السو الزان قديه قطر ليه ونو روك بطاليك تملكتهم جركا لا يمكنه إخبار ولاة الأمور ولاة الأمور من قرأ الجال فإنه يصوم يجيك ديه يصومال ويسعى في إيصال الخبر إلى ولاة الأمور بقدر ما يستطيع سل راس يسوم كذا ولاة الأمور وشين بالسلطانون لا أتكى عليه المسلمين للسرعة جمالتنا الله أخبروا لي لألوت اندي درس يشلو توني خلمة عرى اللبس يا يتملك درس وإذا أعلن ثبوت الشهر يورو مسبت يورو مقبات كتأننا يعني مستوكع كتنكر إعلام ما لم مستوكع يعني. وإذا أعلن مستوكع كتدرج كتسراجع ثبوت الشهر يورو من رقاقة من قبل الحكومة ومن قصد بكل بالراديو
በራዲዮ ወይዲህ ወይም በሌላ በደረጃዎች ወይም መሳሰል ሊሆን ይችላል وجب العمل بذلك በዚህ መስራት ግዴታ ነው في دخول الشهر የወሩ መግባትን በተመለከተ ዝም ብሎ የተራ ሰው ወሬ ላይ ሳይሆን ማንነቱን የማይታወቅ ሰው ስለጻፈ አይደለም ታማኝ ሆኖ ድረገጾች ወይም ደግሞ ታማኝ ሆነ ሚዲያ ያን ሲባል ታማኝ ሆነ ሚዲያ በተለይ የሙስሊም ሀገር ሚዲያ የሙስሊም ሀገር ሚዲያ የዚህ ጊዜ ይወጅብበታል ማለት في دخول الشهر وخروجه ورم قبات بالم وطعم سبال في رمضان رمضان مليهن او غيره وهم ليلة وراتوش لاي مكة تاتل يلبتن انقريه بمكة تاتل حكومة وهم دمو من قستم مكة تاتل ينربتها المالتنا ساعدي من قستن لك مسلمتن لم يكتلوت باقرب يالوت مطلع تشوين የፀሐይና የጨረቃ አወጣጡ አንድ የሆነበት ሰፈር ላይ ማለት እኛ አሁን ከዚህ ከጀዚረተል አረብ ከሚባለው ጋር ከአረቡ ደሴት ጋር በጣም ቅርብ ቦታ ላይ ስላለን አይራራቅም የኛና የነሱ የፀሐይ ሁኔታ ማለት እና ደግሞ የተለየ የሆነበት ሀገር አለ እንደነ ቻይና ስናይ እንደነ አሜሪካ ስናይ እንደነ አውስትራሊያ ስናይ እነሱ ቆን ደምሮ ይሆናል እኛ እዚህ ገና እንትን ስንል ማለት ተራቢህ እነሱ እኛ 6 ሰዓት ላይ እዚህ ገና ምንም አይነት አገር ሰላም ብለን እንግዲህ የፈነጨን ባለና እነሱ ተራቢህ ቆሙ ይሆናል ለማሳሰለ እንግዲህ ይሄ መጣሊዑ የሚለያይበት የፀሐዩ ሁኔታ የሚለያይበት ሀገር ከሆነ ተመሳሳይ የሆኑ አገሮች በተመሳሳይ ሁኔታ ነው ይሄድ ያለባቸው ተመሳሳይ የሆኑ አገሮች ደግሞ በተመሳሳይ የነሱ ጨረቃ ታየ ተብሎ እዚህ እንትን አይባልም ና ولذلك الذين سيبال ما امر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا بلال النبي صلى الله عليه وسلم عزوتال ان يؤذن في الناس بسوچ ماحكل اذان انديد معلنا ثبوت الشهر يورون نسبت ميوجي معلن ليصوم اندي صوم حين ثبت عنده صلى الله عليه وسلم دخوله يا رمضان مقبال نبي زند بسنا غزي انسوم اندي صوموا بلال اذان انديد ويم اندي اسوق ادرغوتا وجعل ذلك الاعلام نبي صلى الله عليه وسلم ادرجوا ذلك الاعلام يعني ان ما ساوقاتهم دم وبلال بكل يدرجوا ما ساوق ملزما لهم بالصيام صوما قد ما يسبلباتهم ادرجوا يعني ان سمتو انقدي بلال بادرجوا على كتلهم بقولوا ما عرف ايتشال ያው በአከባቢው ያለው ሰው መግባቱን ተነገረው ያከባቢው ህብረተሰብ አጠቃላይ ነው ግዴታ ይኖርበታል ማለት ነው واذا ثبت دخول الشهر يورو مغبات كثبت ثبوتا شرعيا شرعي بهنا ملكو كثبت فلا عبره بمنازل القمر شرعي بهنا ملكو كثبت እዚህ ሂሳብ የሚሰሩ ሰዎች አሉ። በጣም ያው ወበዞች ናቸው ይደነቃሉ። ጥሩ ነው ግን እዚህኛው ላይ ሸርዑ አይቀበላቸው ማለት ሸርዑ ቋሚ አድርጎ የሚሄደው በምን ላይ ነው? የጨረቃው ነው ለሁሉም የሚታየው እና እንደዚህ በአይን ታይቶ ሁሉም ምልክት ሊሆንለት የሚችለው የጨረቃው ነውና በዚህ ይሄ ደግሞ ካልተሳካላቸው ሰዎችን ከተሸፈነባቸው ምን ካለ ያንን 29 ብለው ያሉትን ቀን ነው በ29 አለቀ ብለው ነበር የተጠራጠሩት ነገር ሳይጾሙ ነው 30 ይሞሉትና ሻዕባን ረመዳን አንድ ብለው ይጀምራሉ ማለት ነው ይሄ አጭሩ ሁኔታ ይሄ ነው ለሁሉም ሰው የሚገራውና ሸርዑ በዚህ ነው እንጂ በጨረቃ የሂሳብ ስሌት አልሄደም ለዚህ ነው ምን ይላል ሰላ ዒብራተ ቢመናዚል ቀመር منازل القمر يجرقا سليت عواقي يهم سوت سليتون اوتثو
የረመዳን በቃ ዘንድሮ የሚጀመረው በዚህ ቀን ነው ብለው የሚወስኑት በዛ አያስኬድም አያስኬድም። لأن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكمة حكم ينتلتلت برؤية الهلال شركان بمايتنا ونجي لا بمنازله شركان مصفر يعني بماتنات سابون بمثلاتين. فقال صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بلوال إذا رأيتم الهلال فصوموا شركون لقى شركا ستين قد يصوموا إذا رأيتموه فأفطروا السنة موسى تملكتوا السنة تملكتوا مالك جنا عديس جرقا مالك يمانا يشوه عليهم عديس جرقا ستا يودمو فأفطر وأفطر متفقون عليه بخاري مسلم زقبو ثاني أفطر مالك عيد الفطر هنا مالك مقاتل. وقال صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم بلوال إن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا كلت مسلم وانتك مسكروا صوموا وأفطروا رواه أحمد. لا رمضان ومقبات بكل كوهنا عندما يبقى البنان ለመውጣቱ በኩል ከሆነ ግን ሁለት ግድ ነው የሚለው ለምን የሸዋል ጨረቃ ነው የሚመሰከረው ማለት ነው የሚመሰከረው የ11ን ወራት ከሆነ ሌሎችን ሁለት ሰው ነው የሚያስፈልገው ለረመዳን ከሆነ አንድ ሰው ይገባል። ስለዚህ የጨረቃው መታየት ነው አንደኛው ምንም ይረጋገጥበት የረመዳን ወር መግባቱ የሚያመለክት የጨረቃው መታየት ነው። የጨረቃው መታየት እንዴት እንደሚታየው አሳለፈን ማለት ነው። አሁን ግን መሳሪያ አለ። ይሄ መሳሪያ አቅርቦ የሚያሳይ መሳሪያ ነው። ብዙም ያን ትግል የማያስፈልገው መሳሪያ አለና እሱን አድርገው በበለጠ መልኩ እንዲታያቸው ይሆናልና ይሄስ ይቻላል ወይ ተባለ አው ይቻላል። ለምን ሩያ ነው እንጂ የተጠመረ ምንም አይነት ሂሳብ የለም። ሩያ ነው እንጂ ማየት ነው። اذا رايتموه فافطروا ባያችሁት ጊዜ አፍጥሩ አይ ስለዚህ አፈጠሩ ጾሙ ይቻላል ማለት ነው። በመሳሪያ ማየት ምንም አይነት ችግር የለውም። መሳሪያውን ስም አልያዝኩትም አለላችሁ ብትገቡ ታገኙታላችሁ በየሞባይላችሁ ማለት ነው። الامر الثاني ሁለተኛው ጉዳይ مما يحكم فيه بدخول الشهر يورون مغبات የሚፈረደው ሌላው اكمال الشهر السابق ያለፈውን ወር ሙሉ ማድረግ قبله ተስበፊት ያለውን ወር ተስበፊት ያለው ወር ማለት ከረመዳን በፊት شعبان ይሄንን شعبان ሙሉ ማድረግ ነው እንደደምና ሆኖ ደሞ እኛ ፈለግን አጣ ጨረቃ የሚባል ነገር አዲስ ጨረቃ ለጋ ጨረቃ ይሄ እዚህ ግዜ ምን እናረጋለን ማለት ነው። ወር በሸሪዓ ወይ 29 ነው ወይ 30 ነው። 31 የሚባል 28 የሚባል ወር የለም ሸሪዓ ውስጥ 29 ወይ 30 ነው ከዚህ ውጪ የለም ሸሪዓ ይወር። ለዚህ ነው እንግዲህ እቺን ቀን ነው የተጠራጠር ነው እቺ ቀን 30 ነው አቃል የረመዳን አንደኛ ቀናት ወይስ የሻዕባን 30ኛ ቀና ናት ነው ጭቅጭቁ። ወደ ጨረቃም ያንጋጠጥንበት ምክንያት ይሄ ነበር። አንጋጠጥን ተስፋን ምን እናድርግ ከተባለ ሁለተኛው መፍትሄ ምንድነው? ሻዕባንን በቃ እንግዲህ አይተን ከጠፋ ጨረቃው ወዴት ይወሰናል ማለት ነው። የሻዕባን ወር 30 ነው በቃ ዘንድሮ። ስለዚህ 30 ብለንልና ምን ብለናል ቀጥ 29 ወይ 30 ነው ወር አለበት ወቅ ነገ ምን መሆኑ ታወቀ ረመዳን መሆኑ ታወቀ ማለት ይሄ ነገ ስላችሁ የነገው ለሊት የነገውን የቀኑ ቀኑ እንደነው ለሊቱ ነው ቀድሞ የሚገባው ሁሌ ለሊቱ ቀድሞ ነው የሚገባው። ስለዚህ ነገ ስላችሁ ገብቶችሁ የነገው ለሊት ረመዳን አንድ ተብሎ ይጀምራል። የነገው ለሊት ነገ ሲባል ለኛ ነገ ምን ነው ቀኑ ስለሆነ ይለያል ከኛ አባባል። አልሙሂም ከረመዳኑ በፊት ያለውን ወር 30 ቀን አድርጎ መሙላት لان شهر القمريه ጨረቃዊ የሆነ ወር እኮ
لا يمكن أن يزيد على 30 يوما كثلاثة كأن لجمر أيشل ولا ينقص عن 29 يوما كثلاثة كأن لجمر أيشل وهي ثلاثة وهي وربما من البعض يتوالى يدقى الجمال شهراني بلد طرج أو ثلاثة ويمسوس طرج يدقى الجمال من الجهنو ሁለት ወሮች ወይም ደግሞ ሶስት ወሮች ይደጋገማሉ الى 4 ከአራት ወር ድረስ 30 ነው 30 ቀን ይሆኑ ሁለት ወር ሶስት ወር ሊደጋገም ይችላል ይሄ ነገር ማለት ነው አው ወይም ደግሞ ሸህራኒ او 3 الى 4 ወይ ሁለት ወር ሶስት ወር አራት ወር ድረስ በተደጋጋሚ ምን ሊመጣ ይችላል 29 ይሆነ ሊሆን ይችላል لكن الغالب ነገር ግን አብዛኛው ጊዜ شهر او شهران كامل አንድ ወር ወይም ሁለት ወር 30 ከመጣ በኋላ ሶስተኛው ምን ይሆናል ናቅስ ምን ይሆናል 29 ምን ይሆናል አብዛኛው ጊዜ ማለት አብዛኛው ጊዜ እንተባለ ይሄ ላይሆንም ይችላል ማለት አብዛኛው فمتى تم الشهر السابق يقدموا ور 30 يوما 30 كن تدرجناو ياو እኛ እንግዲህ ጨረቃውን አየን አጣን እዚህ ጊዜ ምን አደረግን በቃ 30 ቀን ብለን የሻዕባንን 30ኛ ቀን ሞላን ማለት እዚህ ጊዜ حكم شرعا وشرع بكل فرد بدخول الشهر الذي يليه ሰላሳኛው ቀን ሲያልቅ ይሄ ሰላሳኛው ቀን ሲያልቅ ምን ይከተላል ነው رمضان ይከተላል ነው وان لم يرى الهلال شرقوا بايتايم من فا يقول النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم سلام صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته صوموا فان غم عليكم كتفترباتكم بدمنا متنيا بيشفنباتكم فعدوا 30 قطروا ማለትم يا شعبان 30 ብላችሁ በሉና ረመዳንን እንደብላችሁ ታነሳላችሁ ረዋምስ ወረዋው البخاري بلفظ البخاري ورتوال እንዲህ በሚል ቃል وان غبي عليكم بنانت لي يوم غميه غبي اذا يستر بالدبك بالشفن فاكملوا عده شعبان 30 يا شعبان وتري قطريتها 30 مولو هذا صلى الله عليه وسلم وفي صحيح ابن خزيمة صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها كعائشة حديث قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره النبي صلى الله عليه وسلم نبر إليه يتحفظ يتطبق نبر من شعبان كشعبان ما لا يتحفظ يما يتطبق من غيره كليلا بدي شعبان ور بتملكه تمام تلقاك يا درغال معناته محمد عليه الصلاه والسلام ايهن يدرغو بس مكنيات من البات جرقا تايتو باللبت هنيتا نجه سايصومو ندايولو ባልተኛበት ሁኔታ ደግሞ ጾሞ እንዳይውል ሁለቱም ጥፋት ሳይታይ ጾሞ መዋልም ጥፋት ነው ታይቶ ደግሞ አፍጥሮ መዋልም አደገኛ ጥፋት ሁለቱም ጥፋት ስለዚህ በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል ማለት ነው ثم يصوم لرؤيه رمضان ከዛ رمضان ጨረቃ ካዩ እንግዲህ ይጾማሉ እንወም علي ካልታያቸው ረቀው ከተሰተረባቸው አደ 30 ለየውመ 30 ቀን ብለው ይጨርሱትና የሻዕባን ቀናት አልጠይቁም የነበረው ይሄን 30 ይሞላል ወይ ሳይሞላም ነበር ጥቅጥቁ ፍራቸው 30 ብለው ይሞሉትና ስመሷ ከዛ እንግዲህ ይሄንን 30 ብለው ከሞሉት ቀን ኋላ ያለውን ጀምሮ መጾም ይጀምራሉ واخرجه ايضا ابو داود
أبو داود أورثه وطاله والدارقطني الدارقطني وصححه صحيح بلا وتلاله. وبهذه الأحاديث كالنجي حديث وجه تبين قلت هنا لنا إنه لا يصام رمضان رمضان لما يصوم قبل رؤية هلاله لما سألفنا يسوج أراك أو سعيد تاجب في رمضان يصوم فإن لم يرى الهلال يا رمضان أراك أقل تاجب أكمل شعبان 30 يوما لتن يوم ما رجل كده المال شعبان 30 يوم ولنا كذا أن تبلوك رمضان يجمر ولا يصام يوم 30 منه يسلاث عن يوكان عيس عمم سواء كانت الليلة صحوا أم غيما ليلته قررت على من المعينة دمنا يللو بهنم أم غيما دمنا يللو بهنم عيس عمم دمنا سلال لهن شلال إنيان شركون يلعين بمالت فدمت عيس عمم شركو خالتا يالتا يالتا بمنم نتنياتيون خالتايا خالتايا نو شعبا من ثلاثة من ملاكم ندل سيسوه المسلمون شولا لمالك نعم نعم لقول عمار بن ياسر إهم يا عمار بن ياسر حديثا لنا رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه ترطر يتكسس بثنك أن يصوم سو فقد عصى بالقاسم صلى الله عليه وسلم يقاسم أباته محمد عليه الصلاة والسلام أم صلينا فالذي عمس السلمي كالتنى جرنوال يوم الشك البالال يترى الطريق البالال السن كالنسو ما يجب إيه إنجلي شريعة الإسلام بكا كدنك قوتي عندنا طائفة لك كدنك قوتي موتات أي تشال ما السلن يمي بالنا قريلا من شريعة أو كهنا سراتنا فالطورة السرعة لك على وقت اللي تجي تسرر مدالي إنجي بمثل لا تشمالك وميبالنا غريبا رواه أبو داود والترمذي والنسائي أبو داود أورثه وطال ترمذي نسائي وذكره البخاري تعليقا الإمام البخاري بتعليق أسكمته ظن تعليق مالك بدون سند كابو ريرا بلو بخاري لي أسكمته يعني سند تعليق بل. لمن بخاري ستكسو ليتم ستكسو أكلين الجرين يلا بيستاتيوكا أدرسه السودامو ككلي سنتو السودامو ككلي سنتو ولا نبي يقال من كتلو إهن من فارقو يتناك جروبة وتكلم من البلا تعليق فارق. اللهم وفقنا الشيخ العثيمين رحمه الله من جرش على دعاء تولك إهن انت مرتب بديه سوستن يوم مجلس كجرس وهلا يتاتن هوي وفقنا لاتباع الهدى أنه من قد لما تتلع بكان وفقنا وجنبنا أسباب الهلاك والشقاء يا هلاكن يا هلاك طفاف مالك يا طفاف سببوكن أركن والشقاء يدلبي سنة وجعل شهرنا هذا يهن وراكن رمضان عددقو لنا لنا شهر خير وبركة يا خيرنا يا بركة وراددقو وأعنا فيه على طاعتك بسوس بانت تزاز ليل يتنع أدركن أجزا أعنا فيه على طاعتك وجنبنا طرق معصيتك لمعصياهم من قدمه أركن واغفر لنا مارلا ولوالدينا وولاد التسليم ولجميع المسلمين لمسلمتم بعدك لي برحمتك يا أرحم الراحمين أظنهم توقيتا بأذنته وصلى الله وسلم على نبينا محمد يا الله صلاة الناس سلام بنبيات بمحمد لي يهن وعلى آله ببسبو تشاتشو وأصحابه وبالقربو تشاتشو والتابعين لهم بإحسان النسون بملكام بتكتلو تلاي كل يهن إلى يوم الدين اسكا جزاؤك أنت اسكا جزاؤك النسون بتكتلو تلاي يهن إلى بزيه مجلس الثالث يا بكر المجلس الرابع الزولي تغني ثلاثة هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.